أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية التونسية الشقيقة في تطور مستمر، منوها سموه بأهمية مواصلة توطيد مسارات العمل والتنسيق على كافة المستويات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في فتح مجالات أرحب للتعاون المشترك ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم عن بعد سعادة السيد سليم الغرياني سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث أثنى سموه على الجهود التي بذلها سعادة السفير التونسي في تعزيز العلاقات وتنميتها بين البلدين الشقيقين، متمنيا سموه لسعادة السفير كل التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة. وجرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب سعادة السفير التونسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام متواصل بتعزيز العلاقات البحرينية التونسية، كما نوه بالدعم الذي لقيه طوال فترة عمله في مملكة البحرين، متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار.